اشترك في قناة الساحر وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد أولا بأول. أفضل 10 بلدان آمنة في العالم من أجل الزيارة والعيش هناك. بشكل طبيعي عند سؤال أي شخص كان ما هو أفضل بلد للعيش، بلا وعي يجيب الشخص مباشرة أن وطنه هو البلد الأفضل لأنه ولد على هذه الأرض وترعرع هناك. لكن للأمر ناحية أخرى أكثر واقعية، إذ إن البلدان الآمنة تصدر ضمن تصنيف عالمي يتم وفقا لمعدل الحوادث والكوارث والجرائم والإرهاب التي يمكن أن تواجهها تلك البلاد. إليكم القائمة العالمية لأفضل 10 بلدان آمنة في العالم. في المرتبة العاشرة سنغافورة، بلد جميل صغير المساحة يتموضع في آسيا، هو أقل البلدان أمانا مقارنة مع البلدان العشرة ضمن القائمة. يعود ذلك إلى كثرة الجرائم التي تحدث في هذا البلد. معدل الجريمة والحوادث في سنغافورة حوالي 19.98% فقط، بينما معدل الأمان في هذا البلد 80.2%. هذا المعدل الذي يجعل من سنغافورة الدولة العاشرة الأكثر أمانا في العالم. في المرتبة التاسعة البحرين، تأتي بعد سنغافورة من حيث الأمان. معدل الأمان في هذا البلد أفضل قليلا من سابقه حيث يبلغ نسبة 80.21%، بينما معدل الحوادث والجرائم في البحرين يبلغ 19.79%. نلاحظ أن معدل الأمان في هذا البلد جيد نوعا ما، يعود سبب ذلك للقوانين والأنظمة الصارمة المتبعة هناك، لذلك نجد أن معدل السياحة كبير في هذا البلد الصغير. في المرتبة الثامنة جورجيا، معدل الجرائم في هذا البلد حوالي 19.59%، في حين أن معدل الأمان يتجاوز 80.41%. أدى ارتفاع نسبة الأمان في جورجيا إلى جذب السياح بشكل كبير، حيث تتضمن مناطق خلابة من الممكن للسياح زيارتها، ومنها ساحل البحر الأسود، الحدائق الوطنية، وسلسلة الجبال الخلابة. ووفقا للدراسات الاستقصائية تبين النتائج أن 98% من سكان جورجيا يعيشون بأمان تام. في المرتبة السابعة لوكسمبورغ، أظهرت الدراسات أن لوكسمبورغ بلد جميل يتمتع بطبيعة ساحرة، كما يمكنه أن يوفر لشعبه حياة كريمة لانخفاض معدل الجرائم هناك، إضافة لعدة أسباب أخرى أهمها اقتصاد البلد القوي، مما يجعل المستوى المعيشي لأغلب السكان عال جدا، وهو يعتبر البلد الأغنى مقارنة مع البلدان العشرة. في المرتبة السادسة مالطا، إن معدل الجريمة فيها منخفض جدا ولا يوجد فيها أي سجل للإرهاب خلال السنوات القليلة الماضية، هذا ما جعل البلد هدفا للسياح والزائرين والمقيمين أيضا. في المرتبة الخامسة الإمارات العربية المتحدة، معدل الأمان في هذا البلد 81.99%، هو رقم جيد فعلا. على الرغم من وجود تهديدات قليلة في هذا البلد، فهناك احتمال وقوع هجمات إرهابية. السبب الذي جعل هذا البلد آمنا هو العقوبات التي تفرضها الدولة على المجرمين. في المرتبة الرابعة كوريا الجنوبية، إذا حصل وكنت بزيارة لكوريا الجنوبية فإنه من الغريب جدا أن تواجه أي حالة غير آمنة، لأن معدل الجريمة في هذا البلد الآسيوي منخفض جدا، نسبته حوالي 17.40% فقط. يعود سبب ذلك إلى قوانين البلاد الصارمة في مكافحة العنف. في المرتبة الثالثة هونغ كونغ، نظرا لمعدل الجريمة المنخفض تم اعتبار هونغ كونغ الدولة الثالثة من حيث معدل الأمان في العالم. هذا حقا أمر مثير للدهشة، حيث إن معدل الأمان في هونغ كونغ أعلى من الولايات المتحدة والكثير من الدول الأوروبية الأخرى. في المرتبة الثانية تايوان، تعتبر تايوان البلد الثاني من حيث الأمان، معدل الأمان فيها يتجاوز 83.74%. نادرا جدا ما تحدث حالات عنف ضمن هذا البلد، مما يجعل النساء يشعرن بالحرية المطلقة ويتمكنن بالتجول ليلا دون قلق. في المرتبة الأولى الدولة الأكثر أمانا في العالم اليابان، تعتبر الأكثر أمانا في العالم بالإضافة إلى سحر طبيعتها وبيئتها وثقافة شعبها وتطورهم. تعود ثقافة الانضباط عند الشعب لأنهم على قناعة أنه لا يتوجب عليهم القيام بأي شيء يجلب العار لبلادهم، هذا ما جعل اليابان أكثر أماناً واستقراراً من بين كل بلدان العالم.
كانت هذه جولتنا مع البلدان العشر الأكثر أماناً حول العالم وفق إحصائيات الجريمة والإرهاب. ما رأيك بهذه الدول؟ وهل تجد أنها فعلاً تستحق هذا اللقب؟ إذا أعجبك الفيديو لا تنسى مشاركته على مواقع التواصل الاجتماعي وتسجيل الإعجاب، ولا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل التنبيهات لمتابعة فيديوهاتنا القادمة.